أهلا بكم أصدقائي الأعزاء عن الأرض. صديقة جميلة من زاوية صديقة جميلة لها بكر في أحد السوقين. تعالوا نتعرف إزاي صديقتنا الجميلة تعيش حياتها وتتخطى كل الإعاقات وتواجه الإعاقة بسوق صناعي. صديقتنا الجميلة رغم كل الإعاقات والتحديات وقادرة على القيام بمهمها الوظيفية. تعيش صديقتنا الجميلة حياة سعيدة باستخدام الطرف الصناعي. تقدر صديقتنا الجميلة تخرج للحياة بإرادة قوية وتتحدى الأعاقة وتتحدى كل صعب. صديقتنا الجميلة تستخدم العكازات المعدنية بجانب الطرف الصناعي لسعادة كتير على تخطي هذه الإعاقة. تخرج صديقتنا الجميلة للحياة العامة تمارس أنشطتها اليومية. تجرب بقوة إرادتها وعزيمتها إن هي تواجه الإعاقة بكل شجاعة بثقتها بنفسها وإيمانها بقدرتها الخاصة. أصدقائنا من زاوية الإرادة قادرين على الحياة قادرين على الإعاقة.